مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في بث جديد من مدينه اكادير. ربما يوم امس كانت اخر مقابله للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا رفقه فريق السوسي بعد سلسله من النتائج المخيبه للامال والتي جعلت الالترا إمازيغ تشن غضبها على الفريق بطبيعه الحال. ربما اراء الشارع السوسي لها راي خاص بخصوص هذه الاستقاله التي تقدم بها المدرب البرازيلي باكيتا من تدريب فريق حسني تقدير، معنا واحد من الفعاليات الرياضيه المعروفه هنا بجهه سوس مساء محمد الاشعري بطبيعه الحال للحديث عن هذه الاستقاله ورايه بخصوص ما بات يعرفه فريق حسني تقدير من خلال سلسله من النتائج المخيبه للامال، هزائم متتاليه بعقر الدار وايضا ربما تاجيل الجمع العام وغيرها من الاشياء التي اثرت سلبا على مردود وعطاء الغزل السوسيه هذا الموسم. السي الاشعري مرحبا. نعم شكرا للاخ الهلالي. فعلا حسني، ما تعليقكم اولا يعني على استقاله المدرب باكيتا؟ فعلا هذه الاستقالة كانت مطلب سابق ومطلب سواء للجماهير والمتابعين، وخصوصا الأداء السلبي اللي ظهر به النادي حسنية أكادير في ما يزيد عن 14 مقابلة، حصد من خلالها 14 نقطة، وهذا لم يكن المراد ديال نادي حسنية أكادير فعلا اللي كان جاء في اول الموسم باستراتيجيه على اساس انه يكون يتنافس على الالقاب ويتنافس على المراتب الاولى، وهذا فعلا رفقه باكيتا ما تحققش، ولاحظنا بانه لم يستطع ان يحقق فوزا واحدا داخل الميدان، وهذا تيفسر كل شيء، وان الاستقالة ربما يعني التواضع ديال الفريق خلال هذا الموسم. هل هو لا هو المدرب؟ انا اقولها بصراحه، خلل في التركيبه البشريه للفريق. اقولها بصراحه هو انه عندما لا تقحم داخل الفريق ابناء الفريق، ابناء الفريق وابناء الحسنيه، هنا تتنعاد من الروح القتاليه لدى اللاعبين، وهنا تتضح لنا جليا في المقابلات اللي تنشوفوا ما كايناش الروح، انه ما كايناش اصلا واحد النديه اللي كنا تنشوفوها في ابناء الحسنيه، خصوصا في ايام المايسترو غاموندي اللي كان دائما يجج بلاعبين صغار ولاعبين ديال المدرسه ديال الحسنيه، امثال البركاوي، امثال بديع اووك، امثال كذلك الفحلي، وهلما جرى كانوا لاعبين كثر ديال مدينه اكادير، وهذا فعلا تعطي واحد النديه، واحد القوه داخل الفريق، وهذا تينعدم في جميع هذه المقابلات اللي شفنا، وتنشوفوا بانه اداء ضعيف، رغم انه هناك لاعبين جيدين، ولكن التوظيف ديالهم من طرف المدرب العالمي بين قوسين باكيتا اللي فعلا لم يعد عالميا، لان ما عطاناش نعم محدود جدا، لان ما استطعش رغم انه يقدر نقول كاينين لاعبين اللي هما في المستوى، ولكن التوظيف ديالهم لم يكن بالشكل الجيد، واذا كاين خلل تقني داخل هذه المنظومه. نعم. ما هي انتظاراتكم يعني من ربما الوافد الجديد؟ شنو كتنتظروا؟ هو ديال الفريق هذا الموسم هو الظرف صعيب جدا، الظرف الظرفيه صعبه وصعيب على اي مدرب انه يشد حسنية أكادير في هذه الظروف، ولا اقول انه ما زالت ازيد من 15 دوره او نعم باقي الشطر الثاني ديال البطوله، اللي يقدر الناس قدر نادي حسنية أكادير يرجع ويقدم مستوى افضل، وتنتمنوا انه يجي مدرب
من طينه غاموندي. لماذا انا مشيت نمشي مع هذا التوجه؟ غاموندي يقدر انه يقول الكلمه ديالو، يقدر انه يلم الشمل، ولكن بشروط كذلك، بشروط انه يرجع بعض اللاعبين اللي هيكونوا اسس ودعامه ديال النادي، خصوصا ابناء المنطقه. لان ما كتمشيوش مع الطرح ديال المدرب الوطني؟ لا ما ماشي مشكل المدرب الوطني، لماذا؟ لاحظنا بان السكيديوي قام مقابله، قام بانقاذ حسن يدكادير السنه الفارطه، وهذا كان من بين الاخطاء اللي دارته حسن يدكادير، انه خلات السكيديوي يمشي. مدرب جيد، المدرب عبد العزيز السكيتيوي تبارك الله راه قام في التدريب واستطاع بالحنكة ديالو انه ينقذ النادي حسنية تكادير في اخر الدورات كما شفتوا السنة الفارطة. اذا هناك اطر جيدة، اطر وطنية، وخير دليل راه شفنا بانه وليد الركراكي اللي قدم اداء جيد رفقة المنتخب الوطني، اللي بين لنا على ان المدرب الوطني يمكن يعطي. ولكن نكونوا جديين ونكونوا واقعيين، انه لابد يكون هناك تكوين، يكون مدرب اللي فاهم، لانه البطوله الوطنيه ما زالت ضعيفه، نقولها بصريح العباره، لما البطوله لم ترقى بعد الى 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 المستوى المطلوب اللي تتناشد به الجامعه تحت اشراف السيد فوزي القجع. فعلا الاداء كما تنشوفوا في جميع الفرق ضعيف شويه. نعم، شكرا. بطبيعه الحال يعني معنا ايضا واحد يعني من الفعاليات الرياضيه هنا بجهه سوس ماسه، واحد يعني من المتتبعين الرياضيين للحديث عن استقاله المدرب باكيتا، المدرب البرازيلي الذي قدم يوم امس استقاله شفهيه بالندوه الصحفيه التي عقبت مباراه المغرب الفاسي وحسن تكادير، والتي انتهت بالتعادل الايجابي، هدف في كل شبكه. بطبيعه الحال ماذا بعد الاستقاله، وما هي وضعيه الفريق هذا الموسم، وكيف تعلق الفعاليه الرياضيه على هذه الاستقاله، وكيف ترى اوضاع فريق الغزله السوسيه الغزله الجريحه هذا الموسم؟ السلام عليكم. قبل كل شيء كنشكروا شوف تي في على دائما المواصله والمواكبه ديال على الساحه الرياضيه هنا بمدينه اكادير. واول حاجه هذه الاستقاله ديال المدرب باكيطا، نقدر نقولوا انسان كيشوف انه الطموح ديالو ولا لوبجيكتيف باش جاي باش يخدم يقدر ما تناسبش ليه في هذه الوضعيه اللي عاشها مع حسنيه اكادير، نظرا للتركيبه البشريه ولا نظرا للتسيير ولا نظرا بزاف د العوامل. وانا كنبان ليا المساله اللي هي مهمه ومهمه بزاف، ملي كيجي مدرب اجنبي ما عندوش درايه بالكره يعني المغربيه والمنظومه الكرويه، وكذلك هو عبر بها شحال من خطره وشحال من لقاء، قال لك انا كنبغي نلعب كره وكنلقى فرق كيسدوا وكيلعبوا كره طويله وكيلعبوا، راه هذه كره قدم هكا كنعيشوها. ما كتشوفش بان ربما ايضا حتى محدوديه المدرب؟ هو محدود، هو الا رديتي البال حتى في التكتيك ديالو ولا لم تظهر في التكتيك ديالو ولا في التغييرات ديالو ولا في يعني لوبجيكتيف اللي خصو يحطو، هو ما يكونش واحد لوبجيكتيف المحدود، يعني كتلعب مباراه بمباراه كما كنقولوا. هو لا، مباراه ديالو هو كيلعب بهذه المباراه، نفس المباراه الثانيه، نفس المباراه الثالثه، نفس الرابعه، نفس الريتم كيمشي به، وهذا هو راه عيب كيبينوا هو كمدرب. الا عنده واحد الباجاج وعنده واحد يعني شي حوايج بزاف جايبهم، يعني خصهم يحطهم في الميدان، لان المرايه تاع كل مدرب والمرايه تاع كل لعاب هي الميدان. الميدان هو اللي كيحكم، هو المنصف لكل واحد. وباكيطار لحد الان راه ما قامش بداك الدور. ونعطيك واحد الملاحظه اللي هي باينه وهي كبيره، يعني ما بعد استقاله باكيطا، يعني هل الاستقاله تخدم فريق حسن اكادير؟ هي في حد ذاتها الاستقاله ما كتخدمش الفرق حسن اكادير، لان خصو يلقى البديل، والبديل ماشي هذا البديل، واخا يكون اطار نقولوا نجيبوا اي مدرب، نجيبوا مورينيو، ما عندوش ديك العصا السحريه باش يغير الحسنيه في بين عشيه وضحاها، هذا لا يمكن. انا كنتحدى شي واحد يقول لي يجيبوا مدرب غادي يغير الفرقه بين عشيه وضحاها، لان انا مشيت معك بليزيتاب لي طراو الباكيطا في مستودع الملابس ولا هذا، نادوا بزاف تاع الشجارات بين اللاعبين وسط الميدان في الفيستير، وهذا الشيء كيبين لك بان اصلا المدرب ما متحكمش في الفرقه من الاول، وكاينه واحد النقابه، كاين بزاف حويجات كاينين داخل
ذاك المستطيل الاخضر تاع حسني تاكادير. شنو المستقبل ديال الفريق يعني، واش مع مدرب اجنبي ولا اطار وطني؟ شوف نكونوا صريحين، حنا ما غاديش نقولوا كما قلت لك، ما غاديش نقولوا لا مدرب ود البلاد كما كنقولوا اطار وطني مغربي ولا اطار اجنبي، غير الاطار اللي خصو غادي يكون هو في هذه المرحله، خصو يكون واحد الاطار اللي عنده واحد الدرايه كبيره بالبطوله المغربيه بصفه عامه ومتمرس، ماشي شي اطار اللي هو باقي جديد، باقي مازال ما عرفش المنظومه ديال البطوله الاحترافيه في المغرب، يعني خصو يكون واحد الانسان اللي فايديز وعنده تجارب متراكمه اللي يقدر يسير، غير باش يسير الحسنيه لبر الامان في هذا الشيء اللي بقى من الشطر الثاني ان شاء الله. كتشوف انت ربما يعني الحسنيه اكثر من 20 سنه بدون لقب. راه دابا الخلل فين كاين؟ غنكونوا صريحين، الخلل ملي كيكون عندك كوميتي ما عندوش واحد لوبجيكتيف، ما رسمش واحد استراتيجيه انه غاب غادي هاد الفرقه مثلا هاد العام نلعبوا على يعني نقدر الكلاسمون الاربعه الخمسه الاولين مزيانه، ولكن عام اخر غادي نديروا واحد استراتيجيه باش نلعبوا على لامونتي وغاديه كنبنيو، وهذا الشيء راه كما قلت لك راه كيبينوا لك الكلاسمون تاعك في كل عام فين كتكلاسا، ولكن ملي كيجي واحد يعني واحد الكوميتي واحد المكتب مسير كيجي كيبين لك بانه هو بغى يبقى في الوساطه وبغى يسير غير لبر الامان وصافي انه ما يطيحش، هذا هو يعني هذه هي الاستراتيجيه اللي عندهم، وهذا بحد ذاته ما كيعطيش انه فوسف اللعاب ولا اي واحد باش يجي عندك لهذ الفرقه باش يخدم، باش كيجي حتى هو غير يتخبى، حتى ذاك اللاعب اللي جبتيه انت راه ماشي جاي لاعب باش يحطم ارق يعني القاب ولا جاي غير باش يتخبى في ذاك الفريق يدي لي صالير ويدي هذا صافي، يعني حتى اي لاعب يكون هو عنده امكانيات كبيره راه ما يقدرش يجي لك لهذا الفريق، لانه فريق كيلعب على انه يتخبى في فاس ان يتخبى في الوسط ما يطيحش وصافي. شكرا لك. عفوا. فبطبيعه الحال غادي نحاولوا ناخذوا اراء اخرى ديال الجماهير السوسيه والفعاليات الرياضيه، معنا واحد ايضا من الجماهير الرياضيه وايضا من الفعاليات الرياضيه هنا بمدينه اكادير للحديث عن هذه الاستقاله التي تقدم بها المدرب البرازيلي باكيتا، ونشوفوا بطبيعه الحال التعليق ديالو حول يعني هذه الاستقاله، وهل بالفعل تخدم فريق الغزاله السوسيه، وما بدا ماذا بعد الاستقاله، وما هي وضعيه الفريق هذا الموسم؟ السلام عليكم. هو في الحقيقه الاستقاله او الاقاله ديال المدرب باكيتا كانت منتظره، سواء الاستقاله او الاقاله، حين السيد كما قال البارح كنا كنتظروها، هي الاقاله هي الاستقاله، هذا الشيء كنا كنتظروها. هو فقط انه اللي باكيتا سبق بانه استقل احتراما للمسار المهني ديالو الكبير والالقاب اللي خدم مع عده فرق، لا منتخبات لا فرق. هو ان السيد كما قال البارح انه صافي ما بقى عنده ما يقدم، يعني داك الشيء ما بقى عنده ما يعطي، قدم كل شيء للحسنيه في ظل اصلا كيما كان شنو قدم للحسنيه في ظل النتائج المخيبه للامل، يعني واش الخلل في المدرب ولا الخلل في اللاعبين؟ الخلل في اللاعبين، ضعف الامكانيات ديال اللاعبين، كما تفرجنا في المقابله ديال امس راه كتقول واش هادو نيت مستوى ديال اللاعبين ديال مستوى ديال اللاعبين ديال الاحتراف، هاد اللاعبين هادو من غير بعض او من غير ثلاثه او اربعه اسماء في الحسنيه، في ظل ايضا ما زاد طينبا لا هو الصراعات اللي كاينه داخل المكتب في اللائحه التوافقيه اللي كاينه في المكتب دابا، اشنا هي المعنى ديالها؟ فعلا المحتضن الرسمي كنقولها المحتضن الرسمي دار خطا كبير ملي جاب جوج ديال الفرق وداروا لائحه واحده، هذا خطا كبير داروا، اما المدرب مسكين جا حاول انه يعطي داك الشيء اللي عنده، جاب التجربه ديالو كامله وحاول يعطيها، ولكن كنشوفوا ربما في مجموعه من المقابل تاع نفس التكتيك باش يلعب نفس التكتيك، لا اللي ضيف ما عندوش كيشوف في ديكات الاحتياط ما كيلقاش شنو غيدير، البارح بدل شويه، البارح كانت الرسميه ديال الشيخي اول مره نشوف الرسميه ديال الشيخي، الرسميه ديال شحال من لعب شفنا، كاين بعض اللعابه اللي ما كيعطي والو دائما الرسميه نافل كنطرحوا علامه استفهام بحال ايوب الخضر دائما نفس المستوى نفس 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 النهج نفس النهج، ودائما كنشوفوا بحال مع فاس، وقالوا الناس ديال فاس قبل ما يجي من عندنا قال لك راه كيسجل بيت واحد وما كيعاودش يسجل باقي، قالوها قبل من يلا تنشرت الاخبار انه سجل مع الحسنيه، قالوا كيسجل بيت واحد صافي، ومع ذلك كنشوفوا هي دائما رسمي نفس، وباكيتا حتى هو مسكين ما عليه شنو غيدير.
شنو غيدير؟ نفس ما عندوش ضعف الامكانيات ديال اللاعبين اللي عنده، راه لا اله الا الله. مع العلم ان كاين اللاعبين اللي ساني 300 مليون 200 مليون، مبالغ خياليه ما كيستاهلوهاش. استنزاف خزينه ديال الحسنيه، ولكن بدون نتائج، بدون شيء. اللعابه اللي عندنا دابا حاليا، نعم، ماذا تنتظرون يعني بعد الاستقاله ديال باكيتا؟ هو من بعد الاستقاله ديال باكيتا شفت مجموعه ديال الصفحات، مجموعه ديال الصحفيين، كل واحد كيشكر في المدرب اللي صاحبه. ها الاخوان الله يهديكم، خليو داك الشيء ديال المصلحه الشخصيه ديالكم في الجنب. راك شفت البارح مجموعه ديال النقاشات، مجموعه واتساب، مجموعه ديال الفيسبوك، كل واحد كيمجد، ها اللي كيمجد لكاموندي، ها اللي كيمجد للسكيتيوي. كاموندي اي كاموندي دار واحد المسار زوين مع الحسنيه. شاركنا في الصعيد الافريقي، ودرنا ووصلنا للنصف النهائي، كذلك في البطوله نهائي كاس العرش. ما خلي ذاك كاس العرش نهائي ديالو حتى هو بوحدو، اللي كيقولوا كل واحد كيلغي بالغاه. ولكن انا كنشوف بانه نعطيو فرصه لمدرب شاب. شفنا المنتخب المغربي والحسنيه كذلك، راه عندها مدربين من طراز الرفيع. راه كون ما فرطناش غير في والشريفات بجوج اللي كاين مع تيزني تبارك الله، دابا اللي كيدير داير واحد امبور كارير دابا، والشريف مع امل تيزنيت، مصطفى والشريف مع الشهيره كذلك. عندنا مدربين اللي صراحه اولاد الحسنيه، وكيعرفوا الخبايا ديال الحسنيه، كيعرفوا الخبايا ديال الحسنيه. انا كنشوف يشوفوا مدرب شاب، اما بالنسبه للمدربين، المدربين اللي جايين بعقليه، اللي جايين بعقليه قديمه، والكره راه كتطور دابا. راه الا شفنا غير كاس العالم، شفنا شنو 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 داروا فيه. داك الشيء اللي كنشوف انا انه مستحسن. لا 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 يمكن الحسنيه، لا يمكن. وعقل على التصريح، وعقل على هذه اللحظه هذه، نقول لك لا يمكن الحسنيه. هي غتكون عاوتاني غتكون ديك الحسابات الاخيره ديال خاصنا نربحوا هذه، وخاصنا نتعادلوا مع هذه، وخاص تخسر الاخرى، ولكن الحسنيه ما غطيعش. كون اكيد. والمشكله هو ان كنشوف الحسنيه دابا في هذه اللعبه اللي عندنا، وكنشوف بان باقي 9 ايام، باقي على ما اظن 9 ايام اللي باقي الكاتو الشتوي يتسد، ولحد ما شفنا ما يلا واحد غرس الله اللي مشى، غرس الله اللي مشى من بعد ما خدا فلوس صحيحه من عند الحسنيه، ومشى لتركيا. والمشكله هو انه الحسنيه طرحها، الحسنيه هذا العام هذا كامل تعاملت مع مناتجر واحد، الله اعلم واش مناتجر ولا ماشي مناتجر. ولكن الغريب في الامر اللي كيطرح علامه استفهام انها تعاملت مع مناتجر واحد. هو كيقول لك راه شركه عالميه وهذا شغل وهذاك، ولكن تعامل معاه بوحده. هو اللي جاب المدرب، هو اللي جاب اللعابه كاملين. اش غنفهموا من هذا الشيء؟ وحتى في القضيه ديال الجمهور اللي قطع المباريات، انا كنشوف من وجهه نظري انه ماشي غياب على المدرجات، ماشي حل، ماشي الصالح الحسنيه نهائيا، اللي تخلي فرقتك في الظروف هذه تعاني وتنتا تقطعها، ماشي في الصالح ديال الحسنيه، وماشي في الصالح الجماهير هي اللي تساند الفريق ديالها في السر والضرر. وبالفعل هما كاين بعض الاشخاص في المكتب انهم خصهم يمشيوا. انا دوك الصراعات راه كيبانوا في الملعب، دوك الصراعات ديالكم راه كيبانوا في الملعب، وراه كنشوفوا النتائج كيفاش دايره. من اكتوبر ما ربحتش الحسنيه في ادران، وديما خساريه تعادل. الله يهديكم، حاولوا انكم تقادوا داك الشيء بيناتكم. واللي غيستقل يستقل، ماشي كل مره كيخرج لنا بوعد في الفيسبوك كيقول لنا راه استقلت، ومن بعد كنجيو في الجامع العام لقينا حتى هو جالس مع المكتب. اللي غيستقل يستقل، واللي غيمشي يمشي في حالته، راه عطى الله الناس اللي غادي يخدموا. المصلحه ديال الفريق فوق كل شيء. ما تقول لي لا شخص لا فلان اللي ما عجبوش الحال وما بغاش يخدم الحسنيه وغير يدخل الصراعات ديالو يمشي في حالته. واخا تكون ديك الاستقاله، دابا الاستقاله تكون شكليه، حيت الشركه دابا راه شكون اللي كيترأسها؟ هومانيت، الرئاسه ديال سيدينو وسميتو الاداره كامله راه فيها المكتب اللي كاين في الجمعيه. واخا يستقلوا دابا شنو كاع شنو غنستافدوا منه؟ خصو يجوا حتى من الشركه. شكرا لك. انتم اخواني الكرام متابعي قناه شوف تي في، هكذا اذا كانت ترى الفعاليه السوسيه الرياضيه بمدينه اكادير حول استقاله المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا من تدريب فريق حسنيه اكادير. الى هنا ناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل ان نلتقي بكم في بث اخر. الى الملتقى.